أطلق المجلس القومي للمرأة من منطقة الأهرامات في الجيزة مبادرة البطولة النسائية لتمكين المرأة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات. ومن المقرر أن تبدأ فعالية المبادرة في شهر سبتمبر المقبل، على أن تتضمن تطوير بعض المدارس في حي الأسمرات. أو بطولة نسائية بين شركات القطاع الخاص وفرق نسائية من مختلف القطاع الخاص. تطلع البطولة هتبدأ يوم 21/9، بنعلنها النهاردة في شهر المرأة. والفكرة الأساسية إن نظهر القيادات النسائية الموجودة في القطاع الخاص. طبعا البطولة النهاردة يعني انطلاقها كانت فرصة كويسة إن محافظة الجيزة تكون مشاركة فيها. محافظة الجيزة يمكن من أهم الملفات اللي بنشتغل عليها حاليا ملف تمكين المرأة، خاصة في إن إحنا عندنا مراكز ومدن بعيدة شوية عن السنتر. يعني بالنسبة لنا شهر مارس شهر مليء بالاحتفالات وبالأنشطة ليها علاقة بتمكين المرأة. النهاردة سعداء جدا كهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن إحنا مشاركين في مبادرة البطولة النسائية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة. انطلاق مبادرة وومن شامبيونشيب النهاردة من سفح الأهرامات دي رسالة مهمة جدا، بتأكد على أهمية انطلاق المبادرات الجادة اللي بتسعى لتمكين المرأة وغيرها من الأهداف المهمة اللي بتشتغل عليها المجلس القومي للمرأة والشركات الراعية من الأماكن السياحية الأثرية، لأن دي بتوصل صورة مشرفة عن مصر وعن أهمية انطلاقها من أماكن تاريخية زي النهارده.